للحديث حول الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من الضفه الغربيه المحتله الصحفي الفلسطيني السيد محمد القيق. اهلا بكم سيد محمد الى هذه الجوله الاخباريه. لماذا يزيد الاحتلال من وتيره الهدم والتجهيز او التهجير بهذه الصوره الان؟ نعم، اهلا وسهلا بكم. مما لا شك فيه ان قوات الاحتلال الان تستغل الفرصه بشكل دقيق وشكل سريع وشكل عنصري في القدس المحتله. اليوم كان بالامس سلوان واليوم العيسويه تحت النار. العيسويه تحت النار، 19,000 مواطن يسكنون العيسويه شمال شرق القدس المحتله، وهذه البلده الصغيره هي تعتبر من الحصون الرئيسيه للدفاع عن المدينه المقدسه. الاستهداف جاء عبر اقامه حديقه في احد الاحياء في هذه البلده، والاخطارات بالهدم منذ عده سنوات. هذه الايام تفاجأ الاهالي بانه فقط يمهلون ليومين اثنين ليتم ازاله كل المباني في احد احياء هذه البلده بحجه ان هناك حديقه ستقام. ولذلك يسجل في العام 2019 أن دولة محتلة لشعب تقوم بهدم حتى يعيش الشجر ويفنى البشر. يريدون إفناء البشر من القدس المحتلة بحجة أن يقام هناك شجر. هذه الوسيلة العنصرية التي تستخدم في سلوان وتستخدم في القدس وتستخدم في الضفة الغربية بشكل عام لتهويدها، وحالة الضغط على الفلسطينيين تمثل بالاختراق. نتحدث عن العيسويه، هذه البلده تتعرض للمداهمات والاقتحامات اليوميه، اعتقال عشرات الشبان منها، هدم المنازل، سور باهر. اين السلطه الفلسطينيه مما يجري في العيسويه؟ العيسويه منطقه تقع في داخل القدس المحتله عام 1967. هذه المنطقه ضمن حسب اتفاقيه اوسلو لعينه الذكر، هذه الاتفاقيه الماساويه على الشعب الفلسطيني والقضيه الفلسطينيه، جعلت من هذه المنطقه تحت السياده الاسرائيليه بحجه ان هناك مرحله انتقاليه، وبالتالي السلطه الفلسطينيه لا يوجد لها اي اداره عليها ضمن هذه الاتفاقيه اللعينه. وحتى لو كان عليها اداره، نحن نعلم جيدا ان الاحتلال الاسرائيلي يقتحم قلب رام الله المحتله بالقرب من مقر محمود عباس رئيس السلطه، ويقومون بهدم المنازل في قلب رام الله دون ان تحرك السلطه ساكنا، دون ان يكون هناك موقف ميداني واضح. الشعب الفلسطيني سئم البيانات، سئم الاستنكار، سئم الشجب، سئم السلميه العبثيه التي يتشدق بها البعض، وما بقي له الا المقاومه الحقيقيه التي اكدت ان خيار الشعوب بالمقاومه الحقيقيه عبر التاريخ هو الذي يعيد الحق ويعيد الارض ويعزز الكرامه. غير ذلك سنكون مشاركين مع الاحتلال في تهويد فلسطين اما بشكل مباشر او غير مباشر. نعم، هل هناك يعني من اوراق موجوده بيد اهالي العيسويه او قدره على إيقاف عمليات الهدم أو التهجير؟ الخصم هو القاضي، يعني إذا كان أيضا القاضي هو من ضمن الخصم فلا يوجد أوراق قانونية أو غيرها يستند عليها. الاحتلال الإسرائيلي في كل مرحلة من مراحل تهويده للمدن الفلسطينية يستخدم حجة، حجة المحمية الطبيعية، حجة الشوارع الالتفافية. هذه الحجج التهمت من أرض الضفة الغربية على سبيل المثال أكثر من 40% من الأراضي، بالإضافة إلى أن تصنيف منطقة جيم بحسب اتفاقية أوسلو التهم من أراضي الضفة الغربية 65%، إذا لم يتبقى لها شيء، وبالتالي هم يسيرون بنفس هذه المنهجية بحجة أنهم يطبقون القانون. أعود إلى نقطة أخرى، أن الاحتلال الإسرائيلي حينما يصطدم بكل هذه الأوراق وأن هناك أوراق قانونية وثبوتية يقول بأن هذه مصادرة لصالح الدولة وبالتالي يسيطرون عليها. في كل الأحوال يجدون الحجج، يجدون المبررات، ولكن الهدف واضح، طمس المعالم الفلسطينية في القدس المحتلة وسط الصمت محلي ووسط تخاذل عربي ووسط مؤامرة دولية. نعم، الصحفي الفلسطيني محمد القيق كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.